نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة بسبب سماحة الشيخ والراجل مستعجلين، فنسعى لتقديم فقرتهم. والآن يتفضل سماحة الشيخ ميثم السلمان في كلمة الحفل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لكم جميعا بهذه الذكرى، وأسأل الله عز وجل أن نوفق وإياكم للاحتفال بها كما يريد، ولاستثمارها في ساحة الوصول إليه، ولفتح الأفق من خلالها للتآسي والتنمذج والاقتداء بأهل البيت سلام الله عليهم. فنحن في ذكرى ولادة الإمام المجتبى سلام الله عليه، لا نحتفل بالولادة البيولوجية الجسمانية المادية للإمام فحسب، وإنما نحتفل بولادة المشروع الحسني، وبولادة النهضة القائمة على الرؤى التي طرحها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. ومن هنا لابد لنا أن نقف عند محطات من سيرة الإمام الحسن ومن حركة الإمام الحسن سلام الله عليه ومن مشروع الإمام سلام الله عليه. ولكن أولا ينبغي لنا أن نشكر الله، فلولا اللطف الإلهي الذي تنزل علينا لما وفقنا لنعمة ولاية محمد وآل محمد. ولكن اللطف الإلهي اقتضى توفير سبل الهداية للعامة والخاصة، وقد وفقنا بذلك بمعرفة محمد وآل محمد، ولن نعرفهم المعرفة الحقيقية إلا إذا أزحنا الحجب بيننا وبين الله عز وجل، ووصلنا السير في حركة تهذيب النفس والنهوض بالذات في مسار العبودية بين يدي الله عز وجل. وهنا أريد أن أشير في هذا البعد إلى أهمية التنمذج بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم. التنمذج هو التآسي العملي والاقتداء العملي بأهل البيت سلام الله عليهم. كثيرا ما ننطلق في حركة التآسي والاقتداء، أي في مشروع التنمذج، بالسعي لملامسة الصفات التي توفرت في شخصية المعصومين والتي تتناغم مع هوانا وميولنا، فنقتبس بعض تلك الصفات التي لا تتطلب منا عناء في تبنيها وفي اقتباسها. ولكن حركة التنمذج المنشودة هي أن أشخص تلك القيم والمبادئ والمنطلقات السلوكية التي توفرت في شخصية المعصوم، وأسعى للتنمذج بها واقتباسها بغض النظر
عن كونها متوافقة مع مزاجي الشخصي وميولي الذاتية أو غير ذلك. فالمؤمن الذي أدرك جمال أهل البيت سلام الله عليهم والذي عاين بعقله وتصوره وكذلك لامس بقلبه جمال الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يسعى للاقتداء والتنمذج بكل الصفات التي توفرت في شخصية الإمام الحسن المجتبى. المحور الأول الولاء والمحبة. قل لا أسألكم عليه من أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. انطلاقا من هذا العنوان الضخم لحركة العلاقة المعنوية مع الأئمة الأطهار سلام الله عليهم وما نلمسه في الساحة الإسلامية من التعاطي مع الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليه. الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه الروايات مذكورة في كتب العامة ونلمس أن الكثير من علماء المسلمين يذكرونها من باب تبيان محبتهم للحسن والحسين عليه السلام. ولكن السؤال المطروح هل المطلوب محبة فقط مع الأئمة الأطهار عليهم السلام أم المطلوب أمر آخر؟ هناك صفات قلبية وهناك صفات فعلية. هناك محبة تعيش في الصدر ولكن هناك مودة تتجلى من خلال الانفعال السلوكي الذي يستجيب لهذه المحبة. ولذلك المطلوب مع أهل البيت سلام الله عليهم هي حالة مودة وعلاقة مودة وليست محبة فقط. وهذه المودة تتطلب منا ذكر مآثر أهل البيت، ذكر فضائل أهل البيت، الاحتفال بميلاد أهل البيت سلام الله عليهم، التألم لآلام أهل البيت عليهم السلام. أما ادعاء المحبة من دون طرح مصاديق أصلا لهذه المحبة، أنا أسأل بالله، انظروا إلى مناهج الدراسة، انظروا إلى الإعلام العربي، انظروا إلى الجرائم الإعلامية التي ترتكب في حق أهل البيت عليهم السلام. لم يتعرض أحد على مر التاريخ لسرقة الحقوق الفكرية والمعنوية كما تعرض أهل البيت عليهم السلام. ولذلك حتى مناجاة المفتقرين الإذاعة قبل عدة أيام تطرح مناجاة المفتقرين للإمام زين العابدين سلام الله عليه، فماذا يقولون؟ وينسب هذا الدعاء إلى الحسن البصري، ومناجاة المحبين وينسب هذا الدعاء إلى عطاء الله السكندري، ولكن دعاء ينسب إلى أهل البيت كأن القوم لديهم تعمد أن لا تنسب فضيلة إلى أهل البيت سلام الله عليهم. فمن أين ادعاء المودة والمحبة؟ هذا السؤال الذي يطرح. المودة والمحبة لها مصاديق عملية
وهذه المصاديق هي التي تبين لنا مقدار المحبة. حتى إذا نظرنا إلى مناهج التاريخ الإسلامي، المناهج الدراسية في المدارس، هل تقرؤون عن تاريخ الإمام الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة؟ هل تقرؤون عن تاريخ الإمام الحسين في المدارس؟ ولكن تقرؤون عن تاريخ هارون المسمى بالرشيد، تقرؤون هذا التاريخ في المناهج الدراسية، ولكن تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم محارب، فلا يمكن لنا من خلال المصاديق التي نعاينها ونلامسها على أرض الواقع أن نقتنع بمقولة المحبة والمودة مع هذا الإقصاء المتعمد لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو المحور الأول. ولذلك إذا ادعى أحد المحبة فلنقبل هذه الدعوة ولندعوه للمزيد من المطالعة، ولكن على المستوى الرسمي في الدول العربية أصبح الإقصاء المنهجي واستراتيجية التهميش لتراث أهل البيت سياسة منهجية وليست تصرفات شخصية تصدر من بعض المسؤولين في الإذاعات وفي التلفزيون وما إلى ذلك، كأنه يوجد اتفاق بين الكثير من الدول على مجابهة هذه الثقافة، علما أن ثقافة أهل البيت عليهم السلام لا تصنع إلا السلام والأمن المجتمعي، ولا تنهض بالمجتمعات إلا إلى الرقي والتحضر والتطور. المحور الثاني، الإثنينية والتوأمة المنهجية بين الحسن والحسين عليه السلام. ينقل أن السيد البهشتي رضوان الله تعالى عليه قد قال: الحسن سيد الثوار، والحسين عليه السلام سيد الشهداء. وهذه المقولة تثير الذهنية باتجاه التنقيب في سيرة الإمام الحسن وفي سيرة الإمام الحسين عليه السلام. وأنا أشكر الأخ الكريم الذي قدم مقدمة من كتاب الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأهل البيت وحدة هدف وتعدد أدوار، أشار فيها إلى العلاقة البنيوية بين حركة الحسن عليه السلام والحسين سلام الله عليه. نظلم كثيرا الإمام الحسن عليه السلام إذا طرحنا هذه الشخصية العملاقة التي عارضت الظلم وجابهت الطغيان وتحركت من أجل صناعة العدالة، نظلمها إذا وسمناها لأنها شخصية مهادنة للباطل ومسايرة للطغيان. وهنا أريد أن أشير إلى رواية، لا أتذكر نص الرواية للأمانة، ولكن أريد منكم أن تتأملوا في معنى الرواية فتعاملوا الآن معي بالتسامح في نقل نص الرواية، لأنني لا أتذكر نص الرواية، ولكن أتذكر أن الرواية توجد في الجزء الأول من أصول الكافي في باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله، في باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله. يذكر أن رجل اسمه الحكم
أتى للإمام الباقر عليه السلام والتقى به في المدينة فأخبره: علي نذر بين الركن والمقام. عقد النذر وهو بجوار بيت الله: علي نذر بين الركن والمقام أن لا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة: إذا كان الالتباس يقع قبل الوصول للإمام الثاني عشر، فكيف لا يقع الالتباس في هذا العصر؟ وكيف لا نمر بهذه القراءات المتعددة لتعيين شخص الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف والشخصيات المرتبطة به؟ فقال له: علي نذر بين الركن والمقام ألا أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد أم لا. لم يجبه الإمام، رآه بعد شهر فسأله عن سبب مكوثه في المدينة، فقال له: لقد أخبرتك بالنذر الذي عقدته بين الركن والمقام. فطلب منه أن يأتيه عشية، يمر عليه في الليل، فذهب إليه ووجه إليه بعض الأسئلة. الآن لا أتذكر نص الأسئلة، ولكن ما أشير إليه هو معنى الأسئلة. قال له: هل تقوم بأمر الله؟ قال له: كلنا نقوم بأمر الله. هل تواجه الظلمة والمستكبرين؟ لا أذكر النص، أذكر المعنى. قال له: كلنا نواجه الظلمة والمستكبرين. هل تؤمن بالسيف؟ قال له: كلنا نؤمن بالسيف ووارث للسيف. قال له: هل أنت المهدي؟ قال: لا، ذاك من ولد الحسين. هذا في المعنى لا في النص، لا أتذكر النص للأمانة. ولكن هذه الرواية تبين لنا حقيقة، وهي أن معارضة الظلم بالقوة هي منهجية ثابتة في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن انتقال المعارضة بالقوة إلى معارضة بالفعل تستلزم توفر الشروط الموضوعية لهذا الانتقال، وهذه الشروط قد لا تتوفر لبعض الأئمة الأطهار عليهم السلام، أو قد لا تتنزل عليهم النصوص والتكاليف وما شابه ذلك لإلزامهم بموقف محدد في هذا الاتجاه. إذن المنهج الثابت لتراجمة الوحي أهل البيت سلام الله عليهم هو معارضة الظلم. كيف لا يعارضون الظلم وهذا الوحي منسجم مع الضمير الذي أرساه الرب في النفس البشرية، وهذا الضمير بطبعه ينفر من الظلم ويسعى للعدالة ويميل للعدالة ويميل لصناعة العدالة. ولذلك منهج الإمام الحسن عليه السلام ومنهج معارضة واضحة للظلم، ولكن وفق الأطر ووفق الإمكانيات ووفق متطلبات الساحة التي كان يعيش فيها. المحور الثالث والأخير، ولا صالح يشير إليه، أن عدنا أحياء في مسجد مؤمن ويجب أن نتحرك، ولا بأس بما أننا ذكرنا الإحياء في مسجد مؤمن.
هذا المحور نتحدث فيه بصورة سريعة عن آداب إحياء هذه الليلة. كما يبتهج المؤمن على المستوى الخارجي في هذه الليلة، كما يأنس على مستوى المادة، كما يتعطر ويلبس الزي الجميل على المستوى الخارجي، فليجتهد المؤمن في إحياء هذه الليلة، وذلك من أجل تزيين الباطن ومن أجل الوصول إلى لذة المناجاة بين يدي الله والشعور بالنشوة الروحية والأنس المعنوي للارتباط بالله عز وجل. هنيئا لمن يجتهد في هذه الليلة لفتح مفاتيح الجنان، أعمال بسيطة على كل حال، ويستطيع المؤمن في بيته أو في المسجد أو ما شابه ذلك أن يجتهد في إحياء الأعمال المستحبة في هذه الليلة. أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذه الأمة وأن يوفقنا للثبات على منهج أهل البيت سلام الله عليهم، وأن نرزق جميعا في الآخرة جوار أهل البيت عليهم السلام وشفاعة أهل البيت عليهم السلام، ويوفقنا وإياكم للوصول إلى اليوم الذي نصل فيه إلى جنة البقيع، فنرمق بأعيننا حرم وضريح الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أختم قولي بالصلاة على محمد وآل محمد.